7 يناير 1993 يان أوبلاك حارس مرمى سلوفيني من أفضل حراس المرمى في العالم بالوقت الحالي. انولد بنفس هاليوم في شكوفجا لوكا سلوفينية، وانطلقت مسيرته الكروية بسن 5، مبكرة جدا مسيرته الكروية انطلقت في المدارس أو في الأكاديميات، ولعب لأكاديمية أولمبي للشباب لما أتم سن 10. تنقل لأكثر من أكاديمية حتى عام 2009 لما رفض أوبلاك أول عقد رسمي من إمبولي الإيطالي لخوض تجربة في فولهام الإنجليزي، لكن في النهاية لم يغادر الأكاديمية أو النادي. عام 2010 انتقل أوبلاك إلى بنفيكا البرتغالي، وتمت إعارته لأكثر من نادي صغير، وعاد لبنفيكا في 2014 وتألق بتحقيق 3 بطولات، إلى أن أتت نقطة التحول بمسيرته الاحترافية بنفس السنة يوم أعلن أتلتيكو مدريد الأسباني عن التعاقد مع الحارس السلوفيني مقابل 16 مليون يورو كأغلى حارس مرمى في تاريخ الليغا على الإطلاق، بصفقة مدتها 6 سنوات، وكان بديل لكورتوا اللي رد تشيلسي الإنجليزي عقب ما انتهت فترة إعارته لنادي العاصمة الإسبانية. شارك مع المنتخب الأول سنة 2012 ولعب بشكل أساسي مع المنتخب عقب ما اعتزل حارس الإنتر سمير حندانوفيتش في نهاية 2015. وكانت والدة أوبلاك لاعبة كرة يد هاوية فترة من الفترات، والده كان حارس مرمى سابق في الدرجة الثالثة، وأخته الوحيدة والأكبر منه تيغا أوبلاك هي لاعبة كرة سلة دولية. عادل الرقم القياسي لفيكتور فالديز وأنتونيو سيمون بحصوله على جائزة زامورا 5 مرات التي تمنح لأفضل حارس مرمى في الدوري الإسباني لأكثر كلين شيت في أكثر مباريات. ياب مع أتلتيكو دوري وسوبر إسباني وسوبر أوروبي وبطولة اليوروبا ليج ووصيف لدوري أبطال أوروبا أمام الغريم ريال مدريد. أوبلاك يعد أحد أفضل حراس المرمى في أوروبا حاليا والعالم، وقد تحول مسيرته في انتقاله إلى نادي أكبر من أتلتيكو مدريد. سبعة يناير 2013 كرة الفيفا الذهبية 2012 هي جائزة تمنح لأفضل لاعب كرة قدم في العالم خلال سنة 2012. لحفل توزيع الجوائز لهذه السنة هو الحفل رقم 57 للنسخة الأولى من الكرة الذهبية من سنة 56، والثالثة من سنة 2010 لما صارت مشتركة ما بين الفيفا ومجلة فرانس فوتبول تحت اسم كرة الفيفا الذهبية. عقد الحفل مثل هاليوم قبل 9 سنوات، واستضاف الحفل الحائز على الكرة الذهبية رود خوليت والصحفي الإذاعي كاي موراي من تلفزيون ريال مدريد وفوكس سوكر. تم إعلان قائمة مختصرة من 23 لاعب تم إعدادها من قبل أعضاء لجنة فيفا وفريق من الخبراء من مجلة فرانس فوتبول وصحفيين ومدربين وقادة المنتخبات الوطنية، راح يصوتون للفائز بجائزة كرة الفيفا الذهبية. من هذه القائمة تم إعلان القائمة يوم 29 أكتوبر 2012، بعدها تم تخفيض القائمة إلى 3 لاعبين يوم 29 نوفمبر 2012. اللاعبين 3 اللي كانوا مرشحين للترشيحات النهائية لنيل الكرة الذهبية هم ليونيل ميسي وأندرياس إنييستا لاعبين برشلونة وكريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد بوقتها. كانت آلية التصويت مختلفة عن الحين، والنتيجة بالنسبة المئوية مو بالنقاط مثل السابق. فاز ليونيل ميسي بالكرة الذهبية بوقتها مثل ما الكل عارف، وسجل رقم قياسي للمرة الرابعة على التوالي بالكرة الذهبية ليكون أول لاعب يحقق هالإنجاز 4 مرات، متفوقا على بلاتيني اللي حققها 3 مرات متتالية، وعلى الهولنديين يوهان كرويف وماركو فان باستن اللي حققوا الكرة الذهبية 3 مرات متفرقة. كان يعني ليونيل ميسي وقتها بنفس السنة 2012 كان محقق كأس الملك والحذاء الذهبي لهداف أوروبا وأفضل لاعب في الدوري الإسباني وأفضل لاعب أرجنتيني في السنة للمرة 6 على التوالي.
الكرة الذهبية توج عن 2012، لكن الحفل أقيم في مثل هذا اليوم 7 يناير 2013. سبعة يناير 1991 ميلاد إيدين مايكل هازارد قائد المنتخب البلجيكي، ويعرف هازارد بسرعته ومراوغاته وقدرته على التحكم بالكرة بشكل مميز. نال إشادة من النقاد بسبب أسلوبه في اللعب، وبعض وسائل الإعلام والمدربين قارنوه كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وغالبا ما يتم تصنيف هازارد من قبل المدربين والزملاء والمعلقين كواحد من أفضل اللاعبين في العالم. بدأ هازارد مسيرته الكروية في اللعب مع نادي رويال ستيد برينوي في مسقط رأسه بسن الرابعة. قال عن أحد مدربي الشباب، يقول عن هازارد: كان يعرف كل شيء وما كان عندي أي شيء أني أعلمه. قضى هازارد 8 سنوات في النادي قبل الانتقال إلى نادي توبيز. أثناء وجوده في توبيز صادوه كشافي نادي ليل الفرنسي ودزوا تقرير للإدارة، وهذا الشيء دفع المسؤولين في النادي للاجتماع مع والد هازارد، وعرضوا عليه عقد اللاعب الشاب قبل أي نادي آخر، ووالد هازارد وافق على العرض المقدم من ليل. وفي سن 16 صار أساسي بتشكيلة ليل تحت قيادة المدرب رودي غارسيا، واللي فاز بالدوري لو تذكرون، فاز بجائزة هازارد فاز بجائزة أفضل لاعب شاب، ليصبح أول لاعب غير فرنسي يفوز بالجائزة في موسم 2009-2010. كان ضمن تشكيلة العام للدوري الفرنسي، وفاز بالجائزة مرة ثانية وصار أول لاعب يفوز فيها مرتين أيضا. وانتقل في 2019 لنادي المفضل اللي شجعه من هو صغير حسب كلامه، ريال مدريد، وبطلب من مثل الأعلى المدرب زين الدين زيدان ب100 مليون يورو، لكنه لم يظهر ربع مستواه حتى الآن من كثرة الإصابات. ما حللوا قيمة هازارد ريال مدريد، وكان هو الحلقة المفقودة، لكن ما توفقوا في هذا اللاعب حتى يومنا هذا. يستمتع هازارد بمشاهدة كرة السلة ويقر بأن فريقه المفضل هو نيويورك نيكس، ونجمه هو لوكا دونيتسيتش. وهازارد لعب أكثر من 100 مباراة دولية مع بلجيكا، وصل لربع نهائي مونديال 2014 في البرازيل، وشارك في أمم أوروبا 2016، وحقق برونزية كأس العالم بروسيا 2018 كأفضل إنجاز دولي له، وحصل على الكرة الفضية باعتباره الثاني أفضل لاعب في البطولة. إيدن هازارد يملك الكثير والكثير، وما قدمه مع تشيلسي لم يقدم حتى ربعه مع ريال مدريد.